السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في تصحيح التمرين الثالث من الفرض الوطني 2020 مسلك العلوم الفيزيائية. تعرضت ذبابة الخل ذات المظهر الخارجي متوحش بجسم رمادي ومخطط وعيون حمراء للعديد من الطفرات المرتبطة بلون الجسم ولون العيون. الطفرة السوداء بلاك تترجم بجسم أسود، والطفرة أحمر زاهي سينابار، والطفرة أحمر مصفر تترجمان بلون عيون يختلفان عن لون عيون الذباب المتوحش. لتحديد كيفية انتقال هذه الصفات الوراثية غير مرتبطة بالجنس، هنا القضية ما مرتبطش بالجنس، نقترح نتائج الدراسة الآتية. أنجزت تزاوجات بين مجموعات من ذبابة الخل من سلالة نقية. الدراسة الأولى، المجموعة A ذبابة خل متوحشة بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء، المجموعة B ذبابة خل طافرة بجسم أسود وعيون حمراء زاهية. التزاوج الأول، ذبابة خل من المجموعة A مع ذبابة خل من المجموعة B أعطتنا جيل F1 يتكون من ذباب خل كلها بمظهر خارجي متوحش، جسم رمادي مخطط وعيون حمراء. التزاوج الثاني، ذباب خل من F1 مع ذباب خل من المجموعة B أعطانا أربعة مظاهر غير متساوية. باستثمارك لنتائج التزاوج الأول والثاني، حدد كيفية انتقال الصفتين المدروستين. إذا كيفية خصنا نخرجوا السيادة والتنحيه. هنا ونا القضية أن المورثتين غير محمولتين على الصبغيات الجنسية، تبقى لنا نعرف واش الآباء من سلالة نقية أم لا، ثم المورثتين واش هما مرتبطين أم مستقلين. مزيان، نبداو التزاوج الأول. اش غادي يعطينا؟ أن الهجونة ثنائية، دراسة صفتين وراثيتين، ثم أفراد الجيل الأول كلهما عندهم نفس المظهر، إذا الآباء من سلالة نقية. ما دام انه عندهم مظهر ديال احد الابوين، اذا عندنا الحاله ديال السياده التامه، سياده الحليل المسؤول عن جسم رمادي مخطط، اما الحليل المسؤول عن جسم اسود فهو متنحي، وسياده كذلك الحليل المسؤول عن عيون حمراء، اما الحليل المسؤول عن عيون حمراء زاهيه فهو متنحي. مزيان، هذا الشيء اللي غادي نخرجوا من هنا. ارانا هذا اش من التزاوج، هذا مادام عندك المجموعة B بمعنى التزاوج الثاني تزاوج راجع. راجع أعطى خلفا أنت المظاهر أبوية 92%، المظاهر جديدة التركيب تمثل 8%. إذا أش ممكن تستنتج منه؟ أن المورثتين مرتبطتين ارتباطا نسبيا. الدراسة الثانية، أنجزت تزاوجات بين مجموعتين من ذبابات الخل من سلالة نقية، المجموعة C ذبابة خل متوحشة بجسم رمادي مخطط وعيون حمراء، المجموعة D ذبابة خل طافرة بجسم أسود وعيون حمراء. التزاوج الثالث، ذبابة خل من المجموعة C مع ذبابة خل من المجموعة D أعطاو جيل F' يتكون من ذبابة خل كلها بمظهر خارجي متوحش، جسم رمادي مخطط وعيون حمراء. التزاوج الرابع، وحدة من الاف ان مع الدي اللي هو تزاوج راجع، عطانا اربعة المظاهر متساويين. اذا هنا راه المورثتين مستقلتين. اذا اش ممكن نخرجوا من هاد التزاوج هذا؟ اذا افراد الجيل الاول لهم مظهر ابوي، اذا تتكلموا على سيادة تامة، جسم رمادي مخطط سائل على جسم أسود، وعيون حمراء سائد على عيون حمراء مصفرة، آباء من سلالة نقية، هجونة ثنائية. نشوفوا التزوج الثاني تبين بأن المورثتين مستقلتين، نظرا لأن حصلنا على أربعة مظاهر متساوية في التزاوج الراجع. بالنسبة للسؤال الموالي، إذا بالنسبة للسؤال الثالث،
بين أن نتائج هذه التزاوجات تثبت وجود مورثتين مختلفتين تتحكمان في لون العيون عند ذبابة الخل. بينو كاينين جوج ديال المورثات. مزيان، عندنا المورثة الأولى اللي شتنا اللي مسؤولة عن لون العيون، بمعنى الطفرة أحمر زاهي، كانت مرتبطة مع المورثة المتحكمة في لون الجسم، أي محمولة على نفس الصبغي. هذا في السؤال الأولاني قلنا راه مرتبطين. وعاود لقينا من بعد أن المورثة المسؤولة عن لون عيون حمراء أحمر مصفر، والمورثة المسؤولة عن لون الجسم غير محمولتين على نفس الصبغي، بمعنى مستقلتين. إذا عندنا واحد المورثة المسؤولة عن لون العيون مرتبطة مع لون الجسم، وعندنا مورثة أخرى مسؤولة عن لون العيون غير مرتبطة بمعنى على صبغي آخر، بمعنى وجود جوج المورثات. تكون كانت نفس المورثة بتكون في نفس البلاصة، بيكون دائما مرتبطة مع المورثة مسؤولة عن لون الجسم. ملي لقينا وحدة شادة في لون الجسم وحدة ما شادش، ما يمكنش نلقاو مورثة مرات تكون مرتبطة مرات تولي مستقلة. إذا عندنا جوج المورثات مختلفين، وحدة مستقلة على لون الجسم وحدة على نفس الصبغي فين كاين مورثة مسؤولة عن لون الجسم. وهكا تنبينو بأن راه عندنا جوج ديال المورثتين مسؤولين عن لون العيون. إذا الجواب ديالنا غادي يكون على الشكل التالي: المورثة المسؤولة عن لون عيون حمراء الطفرة أحمر مصفر، والمورثة المتحكمة في لون الجسم غير مرتبطتين، أي محمولتين على صبغيين مختلفين. أما المورثة المسؤولة عن لون العيون الطفرة أحمر زاهي، والمورثة المتحكمة في لون الجسم مرتبطتين، أي محمولتين على نفس الصبغي. إذا يوجد عند ذبابة الخل مورثتين مختلفتين تتحكمان في لون العيون. تبقى تفسير الصبغي غادي يكون على الشكل التالي: ثم الشبكة ديال التزاوج آخر سؤال تطلبوا منا نفسروا نسب المظاهر الخارجية المحصل عليها في خلف التزوج الرابع، بمعنى ظاهرة ماذا؟ التخليط البي صبغي، توزيع عشوائي للصبغيات. هذا الرسم المطلوب هو هذا: أثناء تشكيل الأنساج عند الهجين، عندك غون جي مع غون دي، أو غون جي مع بتيت دي، بتيت جي مع غون دي، أو بتيت جي مع بتيت دي. هذا هو اللي تنسميه التخليط البي صبغي. يحدث أثناء الطور الانفصالي واحد، أو ممكن كذلك رسموا الخلية ديالنا بهذا الشكل هكا، ورسموا النسجينا. ثم عندنا هنا صبغي مضاعف اللي فيه جي غروند جي، وهنا دي مع غروند دي، وهنا يكون عندنا بتيت جي بتيت جي، وهنا بتيت دي بتيت دي. هذه الحالة. ثم رسموا الحالة أخرى ولكن بمفتاح، نديرو هنا نجيما، هنا ليف صبغي، هنا صبغي، هذا صبغي مماثل ديال هذا، وهذا صبغي المماثل ديال هذا، نديروهم بقد متماثل. وممكن نديرو الحالة الثانية، الاحتمال الثاني هو تبقى هاد كونجي الفوق ولكن لصحضات حداها، هي بتيت دي بتيت دي، وهنا لتحت غتبقى عندنا، يبقى عندنا داك بتي جي بتي جي، ولكن هنا غتولي غون دي غون دي، والصبغيات مضاعفة.
دير واحد نجيمة، ودير هنا صبغي، ورد البال. هاد الصبغي اللي قدامه هو المماثل ديالو قدو، بالتوفيق ان شاء الله. ده الجواب بالفرنسية، لو جين ريسبونسابل دي زيو كاردينال اي لو جين ريسبونسابل دو لا كولور دي du corps sont indépendants, c'est-à-dire situés sur deux chromosomes différents. Le gène responsable des yeux cinnabares et le gène de la couleur du corps sont liés, c'est-à-dire situés sur le même chromosome. انت مرة عندنا واحد الموريتا مسؤول على العيون، على نفس الصبغي مع الموريتا مسؤول على اللون، ومرة عندنا واحد الموريتا مسؤول على لون العيون بعيدة عليها. إذا هذا يثبت وجود جوج ديال الموريتات. لا كولور دي زيو اي كونترولي با دو جين.